بلغت أصداء إسقاط تنظيم الدولة للطائرة الأردنية وأسر قائدها أوجها وخصوصا على الفضاء الإلكتروني ما بين مؤيد لإسقاط الطائرة ومنتظر للتصرف القادم الذي سيتخذه التنظيم تجاه قائد الطائرة الأردني معاذ الكساسبة. التنظيم لم يعلق بعد على الحادثة بتصريحات رسمية باستثناء الصور التي نشرتها صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عبرت الحكومة الأردنية عبر لهجة شديدة أنها لن توقف الحرب ضد التنظيم في تصريحات لقنوات فضائية. السياسة العامة للدولة الأردنية أننا مستمرون في هذه الحرب. نؤكد على ثوابتنا اللي أكدنا عليها دائما. أولا هذه الحرب مستمرة على الإرهاب، وإحنا عندما أخذنا خيارنا في الدخول في هذه الحرب كنا نؤمن تماما أننا نفعل ذلك حفاظا على بلدنا وترابنا وديننا وعقيدتنا. أيضا ذو الطيار الكساسبة كانوا على العكس من حكومتهم وتحدثوا على وسائل الإعلام بلهجة استعطاف لتنظيم الدولة للإفراج عن ولدهم. راعوا فيها تقوى الله وأنه هذا رجل مسلم. معاذ الكساسبة طيار أردني، مواطن أردني شريف، مواطن ما عمره طار في 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 سماء الوطن إلا ومصحفه في جيبته. المواقف الدولية لم تأتي إلا من الأمم المتحدة التي طالبت تنظيم الدولة بمعاملة الأسير معاملة إنسانية، فيما صرحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن المقاتلات الأردنية لم تسقط على يد التنظيم وإنما تحطمت فوق الرقة. وعلقت الحكومة الأمريكية أنها حريصة على حياة الطيار وأن الأردن شريك حقيقي في التحالف على تنظيم الدولة في سوريا والعراق. وتعتبر الطائرة الأردنية أول طائرة للتحالف يسقطها التنظيم منذ بداية القصف عليه في أواخر شهر أيلول ديسمبر الفائت.